مرحبا بكم من جديد على موقعكم devzerset.com، معكم محمد من البيئة. اليوم سنرى حل المشكل الذي تعرض له أغلب أصحاب الصفحات، وهو تغيير اسم صفحته بعد تجاوزه لمئة فان أو مئة معجب. الكل يعرف أن بعد تجاوزك لمئة معجب لا يمكنك تغيير اسم الصفحة. اليوم أتيت لكم بالحل. أول شيء، ما عليكم من الدخول على الرابط الذي تجدونه موجود في الأسفل على الديسكريبسيون أو على الشرح الخاص بالفيديو على اليوتيوب. تدخلون لهذا الرابط، تجدون هنا ثلاث خانات. في الخانة الأولى سنضع الاسم الصفحة، مثلا أنا على موقع devzerset.com المعهد التعليمي، سأقوم بنسخها ووضعها هنا. في المكان الثاني ستضعون الاسم الجديد الذي تريدون أن يتحول إليه، مثلا أكتب بالعربية اسم جديد بهذا الشكل. وهنا في لينك تو بي ماذا عليكم وضع رابط الصفحة، مثلا أنا هنا facebook.com/devzerset.web سأضعه هنا. نأتي إلى الخانة الأخيرة، لماذا تريد تغيير هذا الاسم؟ هنالك ثلاث اختيارات، أن اسم شركتي قد تغير، أو على أن هنالك name is misplaced، يعني خطأ إملائي، أن هناك خطأ إملائي في كتابة اسم الصفحة، أو مشكل آخر. بعد ذلك ستضغط على Envoy. بعد يوم أو يومين سيرد عليك كتمت فريق سيبور أو فريق الدعم أو التقني الخاص بالفيسبوك ليخبرونك على أن عنوان صفحتك قد تغير. أتمنى أن الدرس نال إعجابكم. لا تنسوا الانضمام على facebook.com/devzerset.web لتصلكم مجموعة من الدروس الأخرى ومجموعة من الحيل الحصرية. السلام عليكم.